السلام عليكم ورحمة الله سادتي، حلقة جديدة من برنامج مع الأحداث، نحاول فيها جاهدين أن نتابع الراهن السياسي بكل حصافة وأن نبرز وجهات النظر المختلفة وأن ندير بعض النقاشات العقلانية. عدد من الملفات ستكون حاضرة بإذن الله. أهلا بكم. الملف الأول هو الإعلان السياسي بين الكتلة الديمقراطية والحرية والتغيير. احتفى قيادات في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بما تحقق من اختراق في العملية السياسية على حد وصفهم، حيث جرى نهاية الأسبوع المنصرم التوصل إلى الإعلان السياسي بين الكتلة والحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو. بعد مشاورات طويلة بين الطرفين استمرت 3 أيام، وقع على الإعلان من جانب الكتلة رئيسها جعفر الميرغني ونظيره من الحركة الشعبية كومرود الحلو. ويعتبر الإعلان السياسي فترة الانتقال منصة لإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة، ولم تكن الكتلة الديمقراطية أول من يوقع على الإعلان، حيث سبقها على التوقيع أحزاب وكيانات وتحالفات أخرى، بل يمكن القول بأن غالبية القوى السياسية بما في ذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتولى جعفر الميرغني منصب نائب رئيسه ترتكز جميعها على فصل الدين عن الدولة وقومية الجيش والمبادئ فوق الدستورية. وقال الطرفان في الإعلان الذي جرى توقيعه في عاصمة جنوب السودان أنهما اتفقا على أن تكون فترة الانتقال منصة لإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة وصياغة الدستور الدائم المرتكز على المبادئ فوق الدستورية. نسعد أن يكون معنا من الخرطوم عبر الأقمار الصناعية دكتور جمعة الوكيل القيادي بالكتلة الديمقراطية وحركة تحرير السودان بقيادة منأوي. أهلا بك دكتور جمعة. أهلا بك، مرحب بك ومرحب بضيوفك المشاهدي القناة البلد السودانية، وأنا سعيد جدا أنه أكون في هذه الحلقة وأتحدث عن يعني إنجاز كبير. أنا أفتكر أنه ده اختراق كبير في العملية السياسية في الدولة السودانية. دعنا نتحدث مبدئيا على ما أسميتموه اختراق فيما يخص الراهن السياسي. طيب، خالص التعازي الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية على مستوى الامتداد الدولة السودانية منذ 56، خاصة شهداء ثورة الكفاح المسلح في إقليم دارفور وفي إقليم جبال النوبة والنيل الأزرق وفي شرق السودان وفي كل السودان، وآخر شهداء برضو نترحم عليهم شهداء ثورة ديسمبر، وآخر شهيد فقط من أجل الحرية والسلام والعدالة. بالنسبة للاختراق حسب سؤالك، نحن طبعا يعني زي ما أنت عارفة الدولة السودانية منذ 56 يعني مارة بأزمة سياسية ومصطنعة، سيطرة بتاعت نخب محددين لأكثر من 67 عام، يمكن وصلنا لحد 2019 بعد إسقاط نظام المؤتمر الوطني، ظلت الأزمة لم تتحرك من مكانها. نسبة للعقلية الموجودة داخل الدولة السودانية، الاحتكار والسيطرة ومسألة الرفض الآخر، ده يمكن خلى البلد في تشظي سياسي وفي فراق كبير في بالنسبة للتنظيمات السياسية، حتى وصلت يعني إلى مرحلة التفكك المجتمعي بين الشعب السوداني. ولذلك نحن في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، أنت كما تعلمي إنه نحن كتلة كبيرة ضخمة فيها تنظيمات سياسية حقيقية، هم ليسوا نشطاء، هم يعني ناس لهم خبرة، ناضجين سواء كان في حركات الكفاح المسلح أخذوا خبرات كبيرة جدا من خلال النضال، وأيضا أحزاب كبيرة مثل الاتحاد الديمقراطي الأصلي بقيادة مولانا أحمد سليمان المرغني ونائبي جعفر مولانا جعفر، وكثير من منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة. يمكن الكتلة الديمقراطية أصبحت كتلة ضخمة كبيرة مؤثرة، فبالتالي نحن كنا بنبحث في توسيع دائرة المشاركة، توسيع الشراكة، لأنه نحن قناعتنا ومبدأنا إنه هذه الدولة لا يمكن أن تستقر، لا يمكن أن تتحول إلى دولة حقيقية فيها عدالة ومساواة بين الناس إلا عبر الحوار الشامل بين كل السودانيين. الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان
معروفه، حركه ناضلت اكثر من 30 سنه، يمكن هي الان ناضلت 40 عام، يعني نضال مسلح وسياسي. والحركه يكفي انها كان مؤسسه الدكتور الراحل دكتور جون جرن، وفي عدد كبير من الكوادر، يمكن حركه فيها كادر لا يستهان به ولا يمكن ان نتجاوز الحركة الشعبية، تنظيم زي الحركة الشعبية في الدولة طيب السودانية. دكتور جمعة، يعني يمكن أن أكون قد قصدت من السؤال، هو يعني ما أسميتموه أنتم اختراق، والآن أنت تعلم تماما حجم الضائقة السياسية التي تمر بها البلاد من عدد كبير جدا من الأصوات التي تعترض عدد من النقاشات والحوارات وكل المبادرات التي تصدر، يعني أسميتموه اختراق، واقعيا إلى أي مدى ممكن أن يسهم في حالة الاختناق السياسي الآن؟ هو طبعا شوف، احنا لما نقول كلمه اختراق، لانه انا قاعد اتكلم يعني انت قاعد تعطيني، احنا مساله الاختراق دي، لانه احنا كونه احنا نمشي نقعد نجلس نتحاور مع تنظيم كبير ضخم، حركه كفاح مسلح عمره 40 سنه موجوده وبتناضل وعندها اراضي واسعه جدا تحت سيطرتها، نحن كونه نصل معاه لاتفاق تتوافق معانا في مشروع سياسي، ده اختراق كبير فعلا. والحاجة دي يمكن الناس زي ما أنا ذكرتها، نخب المركز بدوا يعني يستخفوا بهذه المسألة ويسموها إنه الحركة الشعبية وقعت مثل هذه الإعلانات مع أحزاب وكده، هو ده ما بيهمنا، هو الجوهر الموضوع شنو؟ جوهر الموضوع الآن الحركة الشعبية وقعت إعلان سياسي مع كتلة ضخمة، كتلة ديمقراطية، يمكن اتوافقت معاه في كثير من النقاط في كثير من المحاور، لانه ده الحل ده 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 دي الحاجات اللي بتجيب الاستقرار في الدوله السودانيه. الاختراق ده لانه الحركه الشعبيه ما تنظيم صغير، ما نشطاء، ما عدد بتاع ناس بسيطين، الحركه الشعبيه دي حركه حاجه ضخمه جدا، فيها مئات المقاتلين، فيها مئات الكوادر، عندها تاريخ، فبالتالي نحن لما نمشي نتفق مع تنظيم زي الحركه الشعبيه يجب انه السودانيين يكونوا مبسوطين. اما الاستخفاف الذي يحدث من هنا وهناك زي ما انا سميتهم اصحاب الامتيازات التاريخيه، ما بيعجبهم الكلام ده، لان هم منهزمين اساسا، ما قادرين يصلوا للعقليه بتاعه توسع المشاركه في الدوله السودانيه. احنا قاعدين نتكلم عن مشاركه كل السودانيين، هم حاصرين الازمه السودانيه، حاصريننا ما بين النيلين في الخرطوم. نحن بنتكلم عن السودان اللي هم يمكن ما بيعرفوا السودان ده وين، نحن بنتكلم عن اغليم دارفور، اغليم ضخم مساحته يساوي دوله، بنتكلم عن اغليم جنوب كردفان جبال النوبه يمكن مساحته اكبر من بلجيكا، بنتكلم عن النيل الازرق، بنتكلم عن شرق السودان، بنتكلم عن الوسط، عن الشمال، عن دي مناطق كلها دي تابعه للسودان، الخرطوم لا، ليس الخرطوم لوحدها السودان، فبالتالي نحن قاعدين نتكلم الاختراق في المساله دي، لانه نحن في هذا الاحتقان التوقيت وفي الـ في الـ في الوقت اللي احنا فيه، الناس دايره تعمل انتقال ناقص وشغل معطوب، نحن وسعنا المساله دي، استطعنا انه نجلس مع الحركه الشعبيه نوقع معاها كجبهه كحريه وتغيير كتله ديمقراطيه اعلان سياسي. النقاط الجوهر الجوهريه الموجوده في الاعلان السياسي هي دي اس المشكله السودانيه، هي دي جذور الازمه. عشان كده نحن بالنسبه لنا دي حاجات مقنعه وحندافع عنها، لانه نحن الحركه الشعبيه ظلت بتنادي يعني فصل الدين من مؤسسه الدوله، الحركه الشعبيه ظلت تتحدث عن مشاركه الجميع، تتحدث عن جذور الازمه، فبالتالي نحن توافقنا معاه، لانه البلد دي ما بتمشي قدام الا نعالج جذور الازمه. وانا بقول برافو مبروك لرفاقنا في الحركه الشعبيه والجيش الشعبي في الاقليم بتاع جنوب كردفان جبال النوبه، ومبروك لمناطق كل الحروبات وللاجئين والنازحين في سواء كان في دارفور ولا في النيل الازرق ولا في جبال النوبه، الان هم يمكن قاعدين يشاهدونا. نحن نفتكر ان الحركه عملت خطوه للامام، نحن يجب ان نمشي خطوتين للامام. طيب يعني التوقيع الذي تم، هل يحتاج طرفان لمباحثات طويلة قبل التوقيع على هذا الإعلان؟ نعم، ممكن تكرر السؤال؟ التوقيع الذي تم، هل احتجتم لأن تكون هنالك مباحثات طويلة قبل التوقيع على هذا الإعلان؟ وطبعا ما في توقيع بيتم بين أي قوة سياسية أو بين يعني أطراف سياسية، بيجي بعد الحوار وبعد التفاوض بعد نقاش طويل، الناس بصوا لقناعة وبعد ذلك بتوافقوا على 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 النقاط اللي وقعنا عليها على المحاور. لانه اذا ما هي النقاط؟ النقاط اول حاجه جوهرها انه الحركه الشعبيه ظلت تطالب
حتى في فترة المفاوضات في 2020 أيام كنا في جوبا، في إعلان جوبا، الإعلان المبادئ بتاعهم كان بيبدأ بفصل المؤسسات بتاعت الدولة والدين عن الدولة، يعني بيتكلم عدم استغلال الدين في السياسة باختصار. يعني دي واحدة من النقاط الجوهرية. الحركة الشعبية بتتكلم عن دولة المواطن المتساوية بين الناس. الحركة النقاط المهمة نتكلم عن دمج كل القوات وجيش واحد، دي يمكن مطالب جوهرية وعدد كبير من النقاط المهمة. أنا أفتكر إن دي بتهم الشعب السوداني، ودي همنا عن بيها جذور الأزمة، المساواة بين الناس في العدالة، في الثروة، في السلطة وغيرها من الأشياء المهمة، المشاركة الحقيقية في الدولة السودانية. دي النقاط الجوهرية وغيرها موجودة في داخل هذا الاتفاق. أنا أفتكر إنه ده اتفاق مشروع بتاع اتفاق يوصل الناس إلى سلام دائم في الدولة السودانية. نعم. طيب ما يخص أي اتفاق يتم، هو مشكلة أساسية وجوهر المشكلة هو تحديد السقف الزمني لتنفيذ تلك البنود. هل حددتم سقف زمني؟ هو طبعا ما حددنا سقف زمني، لكن الحوار حيكون متواصل في لجان حتتكون من خلال هذا المشروع الذي وقعناه. حتتكون لجان، اللجان دي حتستمر في الحوار إلى أن الناس تصل إلى اتفاق نهائي. بعد ذلك بينتقلوا، إذا كان نحن قدرنا نتفق مع رفاقنا في المركزي تكوين حكومة مدنية من مدنية مستقلة، بعدها ممكن الناس ينتقلوا لتكوين وفد بتاع تفاوض عشان نمشي يناقشوا هذا الإعلان السياسي اللي وقعناه مع الحركة الشعبية. النقاط اللي أنا ذكرتها قبل شوية مهم جدا، إنه طيب. تكون في حكومة مدنية وتمشي تحاور عشان تصل لسلام حقيقي، ما سلام منتقص، ما سلام ورق يتكتب وفي النهاية الناس يجي يعني يمزقوه في الخرطوم. تقصد بذلك اتفاقية سلام جوبا؟ السلام هو مش اتفاق سلام جوبا، للأسف إنه كل الاتفاقيات في الدولة السودانية من اتفاقية أديس أباب 72، الاتفاقيات دي كلها ما في اتفاقية تم تنفيذها بنسبة يمكن 30%. كل الاتفاقيات النخب السياسية هي يعني وإدمان الفشل كما قال المرحوم منصور خالد، ما في اتفاقية تم تطبيقها سواء كان اتفاقية أديس أبابا أو اتفاقية نيفاشا أو اتفاقية أبوجا أو اتفاقيات الثانية إذا كانت القاهرة جيبوتي، كم 40 اتفاقية لم يتم تطبيقها. ولكن الآن نحن جزء من المشهد، نحن إذا بقينا جزء من المشهد الآن وناس أساسيين في داخل هذا المشهد السياسي، يجب يتم تطبيق كل الاتفاقيات التم توقيعها والحيتم توقيعها. طيب على اعتباركم أنكم أيضا جزء من المشهد السياسي الآن، أنت تتحدث بثقة كبيرة جدا على أنه يمكن أن تنفذ بنود هذه الاتفاقية، رغم علمكم بأن الراهنة السياسية الآن في حالة سيئة جدا، كيف سيتم ذلك؟ أول حاجة اتفاقية السلام نحن قاعدين وقعناها مع الدولة السودانية، ما وقعناها مع أحزاب سياسية ولا مع ناشطين ولا كده. احنا اتفاقية السلام حننفذها، احنا ما موجودين في الدولة السودانية في أي حراك جديد، احنا حنكون موجودين في أي حكومة تشكل، نحن بنكون موجودين وفق الاتفاقية، وحنكون موجودين ناس أساسيين عشان نطبق اتفاقية السلام. الاتفاقية دي فيها يعني أنت تتحدث الآن مهمة بالحد الأعلى من التوقعات الإيجابية. الآن المشهد السياسي يعاني من حالة تشظي كبيرة جدا، وأبرز المستجدات في الواقع السياسي حديث السيد ياسر العطا فيما يخص عدد من الخلافات الداخلية، والبعض ينذر بأن هنالك وضع سياسي قاتم وشديد القتامة. إلى أي مدى يمكن أن يفسر هذا الوضع ويمكن أن تدار فيه اتفاقيات مثل هذه؟ اولا انا داير لازم اوضح النقطه دي بشكل اكثر. بالنسبه للاتفاقيه بتاعه السلام، نحن عندنا حكومه بتاعت امر واقع. الان الدوله دي ما حتى لو قلنا ما في حكومه مدنيه، في مؤسسات بتاعه الدوله بتدير الدوله دي، وبالتالي الاتفاقيه ما عندها علاقه بالصراع الحاصل ده. الشيء الموجود في بعض البروتوكولات يجب تطبيقها، الترتيبات الامنيه وغيرها من البروتوكولات يجب الناس يمشوا فيها خطوه الى الامام. الحديث حديث الفريق ياسر العطاء في نهر النيل هو حديث واضح وفعلا حديث حقيقي، يعني انه في ازمه حقيقيه في القوى السياسيه، وهم دائما ظلوا ينادوا بانه القوى السياسيه يجب تتوافق بدون اقصاء وبدون الحديث خطاب التعالي وكذا، لانه ده مودي الناس لقدام. لانه في بعض الناس بيفتكروا انه هم يستطيعوا يكونوا حكومه من دون الاخرين، ونسوا انه نحن بقينا جزء من هذه المشهد، من جزء من هذا المشهد السياسي في الدولة السودانية. بالتالي نحن
ما قاعد يهمنا كثير لانه نحن جزء من المشهد، ما في اللي يستطيع يكون حكومه لوحده، ولا ولو حتى مشى في خطوه حكومته هتفشل وهتسقط. نحن بنتكلم عن توافق، بالتالي نحن هذه الاتفاقيه زي ما انا ذكرتها مربوطه باشخاص ولا مربوطه باحزاب. اي اتفاق يجب تنفيذه نحن الان جزء من الدوله وجزء من ريالات الدوله، ونحن جزء من الناس الناضيين الموجودين في هذه الدوله السودانيه، يجب انه تطبيق اي اتفاقيه وتنزيلها على ارض الواقع. بالتالي ما في ذل عنده الحق ولا عنده الصكوك بتاعت انه يصنف الناس ولا يقبل الناس ولا منه كده. نحن كلنا الان في المشهد موجودين، ما في ذل افضل من الثاني. فبالتالي نحن ما دام جزء من هذا المشهد، هذه الاتفاقيه، ما دام نحن جزء من الحكومه الانتقاليه الموجودين وفقا لاتفاق السلام جوبا، حنكون موجودين وحنطبق الاتفاقيه. اعلم تماما هذا الحديث، ولكن حديثي مختلف تماما، انه انت تتحدث عن اعلى سيناريوهات ايجابيه، لكن هنالك سيناريوهات اخرى تتحدث عن انه اذا ظل الوضع بهذه الشكليه وهذه الكيفيه يمكن أن يكون هنالك مناحي مختلفة كبيرة وعريضة لا يحمد عقباها. هل أيضا وضعتم في عين الاعتبار مثل هذه السيناريوهات؟ نحن كل السيناريوهات خدتنا لها مدينا اعتباريتها، مدينا يعني يعني فهمنا وعارفنا تماما إنه الذي يحدث في مجموعة محددة عايز تختطف المشهد لوحدها وهي دائرة تعمل يعني تكرر المشهد القديم بتاع الدولة السودانية. ده نحن ما حنقبله ولا حيمشي لقدام. إذا كان نحن نتحدث عن الغيب، أنا أفتكر إنه لكل حدث حديث، ولكن الآن الواقع الموجود في الدولة السودانية إنه في حكومة بتاعت أمر واقع موجودة، البرهان موجود، وفي مجلس سيادة الآن ناس قاعدين شغالين. الاتفاقية دي حسب المخرجات بتاعت جوبا أو تعديل المواقيت بتاع تطبيق الاتفاق، يجب انه تكوين اللجان واستمرار في تطبيق الاتفاقيه. يعني ما ممكن نوقف الاتفاقيه لانه في خلاف سياسي. الناس المختلفين سياسيين ديل ما مفوضين من الشعب السوداني، ما يعبروا انتخابات، ما عندهم اي صفه عشان يجي يفرضوها على الدوله السودانيه. ده انا افتكر انه كل الموجودين على المشهد السياسي كل الموجودين على عبر المشهد السياسي ولكن ما منتخبين وما عندهم الحق يرفضوا او يؤيدوا الا لما نمشي للصندوق الاقتراع. الاحتقان ده اذا نحن الان ما اتفقنا مع الرفاق الناس الموقعين على الاتفاق الاطاري على اعلان سياسي، باعتبار ان الاتفاق الاطاري ده انتهى في حاجه اسمها اعلان سياسي، اتفقنا وفي لجنه مكونه، اذا تم التوقيع على الاعلان السياسي حننتقل لتشكيل حكومه مدنيه مستقله. في هذه الحاله اولويات الحكومه تطبيق اتفاق سلام جوبا. طيب هو نفسه الاتفاق الاطاري الان ايضا هنالك حاله من الخطر يمر بها. ما هو الاتفاق الإطاري أساسا ما متفق حوله، ما عنده إجماع بتاع الشعب السوداني، ما عنده إجماع سياسي. الاتفاق الإطاري فئة صغيرة جدا، مجموعة بسيطة شديد خالص، مجموعة مركزية هي المسيطرة على الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري ما عنده قبول، يعني هم الآن مستندين على المجتمع الدولي ويتكلموا كده، لكن المشكلة في إنه الشعب السوداني ما قبلان بهذه الاتفاقية. فالمجتمع الدولي ما بيفرض الاتفاقية علينا، يعني ما يقدر يفرض اتفاق سلام أو اتفاق إطاري على الشعب السوداني، الدولة دي حقتنا نحن. ولكن رغم عن ذلك تقدم لكم الدعوات. الدعوات بتتقدم في إطار الوفاق، ناس يتوافق ويمشوا يوقعوا الاتفاق. نحن شرطنا واحد وما حنتراجع منه، هذه الاتفاقية هي بالنسبة لنا انتهت لما انتقلنا إلى الإعلان السياسي بيننا نحن وبين الموقعين على الاتفاق الإطاري. بالتالي نحن الان النقطه الواقفه منتظرين انه نتفق على الاطراف، اذا اتفقنا على الاطراف نفتكر انه حنوقع والاتفاق الاطاري ده اصلا انتهى، يعني ما موجود في حاجه اسمه الاعلان السياسي. انتهى. نعم. طيب الحديث الان عن انه ظهور كومريد الحلو الان في هذه الاتفاقيه، رغم عن انه ما بعد سقوط نظام الانغاز لم يظهر ولم يؤيد اي نوع من انواع الاتفاقيات، لماذا؟ هو طبعا ده كلام ما صحيح. الحلو كان موجود في اعلان جوبا بعد سقوط النظام وشكلت حكومه حمدوك ذهب الى كاودا، ويمكن الشعب السوداني كله شاهد كيف الناس كانوا مبسوطين وتم استقبال حمدوك بملايين الناس في جبال النوبه. ثم بعد ذلك عبد العزيز الحلو كان وقع اعلان جوبا، الحركه الشعبيه وقعت على اعلان جوبا، وكانوا جزء ودخلوا مفاوضات، احنا كنا موجودين سوا مع بعض في المفاوضات. ولكن وده كلام يعني طبيعي جدا انك انت عندما تجي وتكون عندك يعني مبادئ تجي داير تتفاوض مع الحكومه عشان تكون جزء من الحوار، النقاط اللي بيتفقوا عليها عشان نجي يتفاوضوا
حصل هنا الخلاف. الحركه الشعبيه متمسكه ببعض النقاط وانا افتكرها نقاط موضوعيه، والحكومه كان وفدها متمسك برضه باشياء بيفتكروا انه ده الموضوعي في التفاوض. انا افتكر انه الحركه الشعبيه ما رفضت، هي لليله وعملت كم بيان انه منتظر الحكومه عشان تكون وفد تمشي تتفاوض معها، بالتالي الحركه الشعبيه ما رفضت. نحن دخلنا هنا في اشكالات وفي خلافات سياسيه واخرنا مساله التفاوض، ولكن الحركه الشعبيه مستعده. صدروا كذا بيان، اكثر من بيانين ثلاثه، يقولوا ان الحكومه انسحبت وما جات للمفاوضات، والحكومه نحن منتظرينها جاهزين عشان نتفاوض. بالتالي الحركه ما عندها اي لوم، هي جاهزه للتفاوض. الليله لو كوننا وفد بتاع التفاوض الحركه الشعبيه جاهزه. لكن برضه نحن خلينا اضيف حاجه، انه الوفود برضه بتتكون المركزيه دي لازم العقليه تتغير. يعني احنا الان كجزء من الحكومه موجودين وفي المشهد السياسي، المرحله الجايه احنا كلنا عايزين نشارك، لانه احنا بندري وبنعرف انه ما هي الازمه وما هو المشكله وما شنو المطلوب، المطلوبات شنو بالنسبه للحركه الشعبيه في اقليم جنوب كردفان جبال النوبة. عشان كده احنا المشهد السياسي الجديد ده يعني بيكون في اشياء جديده كثيره موجوده. دعنا نتوقف عند هذه الجمله المهمه، انتم تودون المشاركه في المشهد السياسي القادم، ما هو المشهد السياسي القادم وما هي نوعية المشاركة التي تتحدث عنها؟ أنا بتحدث عن إنه ما هو في النهاية الخلاف السياسي ده بيصل يا إما الناس اتفقوا كونوا حكومة مدنية بتوافقنا كلنا، يا إما حصل شيء جديد ما معروف. أنا ما أتكلم عن علم القيم، ولكن نحن ما ظللنا موجودين داخل السودان وناس عندنا اتفاق وموجودين الآن مشاركين، نحن هنكون جزء من المشهد ده، مش هنكون نحن جزء من المشهد. إذا تسكرت الحكومة يمكن أن يتغير المشهد السياسي، ممكن أن يتغير لشكل من الأشكال التي يمكن أن تفرض عليكم عدم الوجود. لا أبدا، ما يتوقع أنه يعني يطلع مشهد جديد زي ده، لأنه الدولة السودانية من 56 كررت مثل هذا الكلام، والناس مشت لحرب ولمجازر، وهذه المرة أيضا إذا الناس وصلوا لمرحلة هذه الحرب ما حتكون موجودة في دارفور ولا في جبال النوبة. السودان كله أصبح مسلح، البطانة دينا أنت براك شفتي أمس في ناس مسلحين وبيتكلموا، يعني البلد كلها بقى السلاح. واي زول بيحاول يفكر بهذه الطريقه بتاعت انه ينقل الناس الى مربع الحرب، الراكوبه دي بتقع في رأس الناس كلهم، ما في جزء، ما في ناس محددين حيتضرروا، كل السودانيين حيتضرروا وكل المدن السودانيه حتتضرر. يعني ما بيكون الحرب في اقليم دارفور حرب التقليديه ولا في جنوب كردفان ولا كده، وزي ما انا وريتك الان في البطانه في سلاح، هنا في الشماليه في نهر النيل امس كان بيخاطب واحد من الناس اللي تمردوا جديد حديثا شايل سلاح. فبالتالي المساله مساله الناس يعني يرفضوا اتفاق السلام والتوافق بينهم كقوه سياسيه، هو ما خصما على مجموعه محدده، ده خصما على كل الشعب. ويمكن ان يكون ليس رفضا لاتفاقيه السلام، ولكن يمكن ان يكون هنالك ايضا يعني تحفظ على بعض البنود اللي يمكن ان تكون لديها مآخذ اخرى او تعريفات مختلفه عند الكتل السياسيه. ابدا، شوف الاتفاق بتاع السلام ده ما هو اتفاق وتم توقيعه وشهد عليه المجتمع الدولي والاطراف الدوليه والدوله اللي استضافت الاتفاقيه، فبالتالي الموضوع ده ما از نوت جوكينج، يعني ما لعب، ده اتفاق سلام، ما في حاجه اسمه نقاط تحفظوا عليه ولا غيره. الناس اللي جو ووقعوا الاتفاق ده هم عارفين حدود الازمه بتاعتهم وبتاعت مناطقهم، عشان كده الناس توافقوا وقعوا الاتفاقيه، يعني ما مساله مزاجيه تيجي تقول والله يا اخي الاتفاقيه دي فيها بنود فيها مواقف وكده، ما في كلام زي ده. انت عندك مشكله امشي للدوله السودانيه احتج شيل سلاحك ضد الدوله خليها تديك حقك، لكن ما تيجي تقول والله ناس فلان شالوا كثير ولا شالوا كده. هم سودانيين من حقهم انه يكونوا عندهم حقوق في الدوله دي بتاعت مواطنه، في فوارق بين الناس، في ناس ماتوا قتلهم الانتنوف ماتوا بالملايين، في نازحين في لاجئين في اباده جماعيه، ما ممكن الناس تتساوى. زول ساكن في كهرباء وقاعد وعنده مشكله بتاعت يعني بول هارسي ولا عنده مشكله ملايين، ده يجي يتساوى مع زول قتلوا الانتنوف مع زول مشرد 30 سنه. فالعداله دي يا جماعه لازم الناس يكونوا واعيين، ان احنا ما قاعدين نرفض انه الناس ياخذوا حقوقهم، لكن كمان ما تعترض حاجاتي، يعني ما انا سوداني زيك، يعني لا انت عندك حقوق اكثر مني ولا صفوف يعني اكثر مني. عدد من السودان ده حقنا كلنا. يعني جدليه اتفاقيه السلام جوبا، عدد من الاحاديث التي تحدثت عن انه لماذا لم تنفذ بنود الاتفاقيه كما ينبغي او كما متفق عليها، ظهرت بعض الاقاويل المختلفه من هنا وهناك تتحدث عن انه الوضع المناخي الان ليس مهيئ لتطبيق هذه الاتفاقيه، وعدد من الاراء التي ظهرت في ظل هذه الفتره، وما زلنا نستمع من جديد لعدد من الاراء. يمكن ان يلازم هذا الاتفاق ايضا عدد من الاراء التي تتوافق معها. صحيح الاتفاقيه دي ما في جهه، وانا زي ما وريتك الدوله دي في ناس ما دارين حاجه اسمها اتفاقيه سلام.
لانه في ناس مستفيدين من امتيازات الدوله السودانيه. يعني الحرب في دارفور والحرب في اقليم جبال النوبه والحرب زمان في الجنوب وفي النيل الازرق، ناس الخرطوم ما متاثرين بيه. صحيح. عشان كده هم ما بحسوا بالالم بتاع الناس ديلك، فبيفتكروا انه النخب. انا بتكلم عن النخب السياسيه، ما عن المواطن ولا عن الشعب ولا عن القبائل، لا انا بتكلم عن النخب. في نخب هنا بتفتكر انها المفروض تكون حاكمه قاعده، الحرب تستمر هناك 100 سنه 200 سنه ما بهمهم. بالتالي ما دام هم موجودين ومستقرين، الكهرباء شغاله والغاز موجود وامورهم ظابطه مع اولادهم والحفلات شغاله، ما عندهم مشكله بباقي السودان. يعني على الاسف الناس ما بيعرفوا باقي السودان. فبالتالي احنا قاعدين نقول، يعني احنا ناس واقعيين وناس ناضجين، بنقول ان الدوله دي عشان تستقر وتشيلنا كلنا، يا اخي خلينا احنا نتوافق. واحد، خلينا نمشي نكون وفد بتاع تفاوض، بعد ما نشكل حكومه مدنيه نتفاوض مع الحركة الشعبية، نتفاوض مع عبد الواحد، مع حركة تحرير السودان. هم جزء أصيل في السودان، وفي حركات تانية أخرى، وفي حركات مدنية، في ناس عندهم مظالم سواء كان في شمال السودان، في الوسط، في البطارة، في الجزيرة، في غيره من السودان. يجب أنه أن إحنا نوسع الدائرة بتاعت الحوار، وأي زول عنده مظالم في السودان ندي حقه. فبالتالي المسألة في، يعني ممكن الناس يحلوها، مقدورنا ممكن نحلها. مسألة إنه يا أخي الناس يزايدوا، والله يا أخي ناس دارفور شالوا أكتر، وديل جايين ناس أغلم جبال النوبة جايين وبرضو حيشيلوا، نحن ما في ذول حيشيل من جبل آخر. ما البلد دي 67 سنة ناس حاكمنا وقاعدين وبيفتحوا أبوابهم بالريموت كنترول، ما في ذول رفض ليهم. ليه الناس يرفضوا للناس الآخرين؟ يعني أنت تحدث كأنه عايزين الدولة دي تكون دولة بتاع مواطنة متساوية. أنت كمواطن وأنا كمواطن، ما في ذول عنده الحق يصنف الثاني، ولا عندك الحق تتكلم عن حاجاتي. اي زول يتكلم عن مشكلته وفي دوله اسمها السودان حاكمه في حكومه، دكتور بتحل المشكله. دكتور جمعه، لعوده الحقوق لابد ان يكون الخطاب متزن، على اعتبار ان هذا الخطاب ليس من اجل تصفيه الحقوق، او بمعنى اخر هو لعوده الحقوق. انت الان تتحدث كانما الفتره الفائته التي مرت على تاريخ السودان اخذ البعض منها نصيبهم، الان صحيح. هذه الفتره تتحدث عن اخذ النصيب لمن يستحقون هذه الفتره. هذا صحيح، هذا صحيح. انت عارفه احنا من 56 بدت لما الناس اخذوا الاستغلال، ال 800 وظيفه هي اللي بدت بالمشكله في السودان. ده ما تاريخ، لازم نرجع له. هل اتفاقيه من اجل العوده؟ ما انت حاسم سؤالك، خليني اجاوب على سؤالك. ما هي اسباب الحرب في السودان؟ هل الناس دي بس يعني بيشتهوا، او يعني دايرين يموتوا ويشيلوا سلاح وزول يمشي يقعد في الخلا يقاتل، ولا في مظالم وفي ظلم والناس معترفه بها؟ اذا كان المجتمع الدولي معترف، اذا كان الحكومات السابقه اعترفت ومشوا فاوضوا الناس دي، في مظالم. واحنا قرينا اذا قريت للمحجوب، قريت لمنصور خالد كتب، ناس من الخرطوم هنا من موارد العاصمه، يتكلم عن النخب الحاكمه في السودان. النخب الحاكمه ما هم قبائل، هم مجموعه من الناس، يعني قبيله بتاعت سلطه، ناس قاعدين هم مستفيدين من الموارد بتاعت البلد، والبلد كلها مشظيه. ما قدروا يعملوا مؤتمر واحد يجمع كل السودان يشوفوا، يعني كل الدول اللي قدمت اخذت استقلالها في افريقيا ولا كان في الدول العربيه في الشرق الاوسط، كلهم جلسوا كمواطنين وتحدثوا عن مشاكلهم. احنا الدوله السودانيه عندنا تنوع، عندنا مشاكل مختلفه. مشاكل الجزيره ما تشبه مشاكل دارفور، مشاكل الشرق ما تشبه مشاكل جبال النوبه، كل دول عنده مشاكل الشمال وهكذا. احنا عندنا مشاكل مختلفه. الوطنيين في السودان، الناس اللي جو اوائل اللي استلموا مغادره السلطه من الانجليز، ما جلسوا وقعدوا وناقشوا القضايا بالتفصيل. شنو احنا محتاجين للدوله السودانيه؟ خطفوا المشهد وظلوا حاكمين ومتوارث من ابنائهم لابنائهم، والموضوع ده بالنسبه لنا واضح. اذا الدوله السودانيه في ناس مستفيدين منها، دي ما دار لا اثنين ثلاثه واضحه، ويعني في ناس ما بيعرفوا الليل الكهرباء، في زول بيحتج عشان الرغيف، في زول ما بيعرف الرغيف ده شنو، مش لانه جعان، لا لانه ده دي ثقافه، في دول هناك ثقافته ما البرد. طيب، ولا الكهرباء ولا الغاز. بالمقابل يمكن ان يختطف هذا الاتفاق ايضا لخدمه المصالح الذاتيه وخدمه المناصب بالتاكيد. الى اي مدى يمكن المحافظه على هذه الاتفاقيه بحيث انه يستفيد منها انسان المنطقه المهمشه ثقافيا؟ وحتى هو ذاته تعريف هو المركز والهامش في السودان، نعم، جاء في فتره محدده ومعروفه بالنسبه لديكم، ولكن الان من الان اذا انتم تستبعدون هذه التعاريف كيف يمكن الحفاظ على هذا الاتفاق؟ طيب، انا اول حاجه خليني الجزئيه الاولى من كلامك، انا اقول ده طبعا كلام موجود شائع في النخب السياسيه، يقول لك ده اتفاق مناصب وكده، وهم ذاتهم قاعدين يشاكلوا عشان يركبوا في المناصب، وهم في الفتره بتاعت حمدوك كانوا في المناصب. عشان انا داير اقول لك دي كلمه حق اريد بها باطل. ما في دوله زول بيعمل اتفاق تقول لي لا انت لو جيت ده اسمه السلطه اقعد هناك نحن ننفذ لك الاتفاق. الاتفاق ده وقعناه ونحن عنده اليات وعنده ادوات.
جزء من آليات الاتفاق إن زول وقع الاتفاق أو غيره بيجي هو بيجي وبنفذ الاتفاق مع الناس التانيين مع الناس الموقع معهم سواء كانت حكومة. فبالتالي دي كلمة حق وردي بها باطل. الحاجة الثانية الاتفاقية دي فيها بروتوكولات، يعني احنا ما وقعنا بروتوكولات 20 بروتوكول عشان نلقى سلطة وعشان نكون وزراء بس. الكلام ده حديث أنا افتكره حديث سطحي وحديث مقصود وعنده غرض. نحن بنتكلم عن اتفاقية مكتملة، اتفاقية بتتكلم عن ترتيبات أمنية، اتفاقية بتتكلم عن نازحين ولاجئين، بتتكلم عن حقوق ضايعة، عن تعويض ناس، بتتكلم عن الرحل، بتتكلم عن تعالج القضايا بتاعت جزر الأزمة، اتفاقية بتتكلم عن توزيع السلطة والثروة بالعدالة، اتفاقية بتتكلم عن مشاركة الناس في القرار السياسي في الدولة السودانية. يعني الليلة في ناس هنا قاعدين هم اللي بيقرروا للشريك، هم اللي بيقرروا لدارفور، بيقرروا هم اللي بيتحدثوا عن المناطق دي. نحن قلنا الكلام ده لازم يكون ستوب يقيف. ما في زول قاعد في الخرطوم هنا عنده الحق يقوم يحدد شرق السودان داير شنو وينقلوا ناس بالطيارات يجيبوهم عشان يناقشوا قضاياهم. لا، ناس الشرق يقعدوا هم يحددوا الدايرين شنو من الدولة دي، ناس جبال النوبة يقعدوا يحددوا دايرين شنو من الدولة دي ويشاركوا في المركز هنا، يكونوا موجودين ويكونوا موجودين في إغليمون وينفذوا الاتفاق ده. لو ما عملتوا انت الاتفاق ده هم اصلا ما دايرينه، لانه انت ما كمثل التشارك دكتور جمعة. هو الاشكال ليس اشكال نصوص او بنود، هو الذي تحدثت عنه واعنيه انا الان هو تنفيذ على ارض الواقع، على ارض الواقع واقعيا. يعني هذا الحديث يعني الاتفاق ده لما اجي نحن نعلم تماما انه نصوص الاتفاق هي مجزيه وهي تعبر عن انسان المنطقه وتنصف للحد البعيد، ولكن بنسبه كم في الميه يمكن ان تنصف انسان المنطقه على ارض الواقع؟ هذه ليست مسؤوليه الموقعين فقط، دي مسؤوليه الدوله. يعني انت ممكن تسال زول الموقع ده برضه حديث رائج في الشارع، انتوا قدمتوا شنو لدارفور؟ يعني احنا ما وقعنا الاتفاق كحكومه برانا، نحن في شركاء اخرين، الشركاء دي ما بيقدروا يطبقوا الاتفاق. يعني نشيل بندقيه بالقوه نمشي نوديهم يطبقوا الاتفاق في دارفور؟ مو في النهايه المساله بتاعت حوار اتفاق السلام ده بقول لك الشيطان في التفاصيل يا استاذه. احنا لما وقعنا الاتفاق وقعنا مع اطراف في الدوله اللي هو ناس بيمثلوا الحكومه بتاعت الحكومه السودانيه، سواء كان حكومه انتقاليه او حكومه غيرها، المسؤوليه مسؤوليه ما حقتنا نحن. يعني انا عندي اتفاق سلام، نعم انا عندي مسؤوليه، لكن الدوله الموجوده معي كلنا نحن مسؤولين. يجب انه البنود دي نمشي نطبقها. في طرف رافض وفي جانب اللوجيستيك مثلا زي الترتيبات الامنيه زي عوده النازحين واللاجئين، دي برضه عندها ارتباط بمال، والحاجات دي ما كلها في يدنا. يعني انا بعد مرات بستغرب الناس اللي عندهم غرض لما اقول لك هم عملوا شنو؟ ايه قدموا الاتفاق قاعدين وزراء. هاي الزول ده قاعد وزير، ما وزير دارفور، قاعد وزير بتاع الدوله السودانيه، قاعد وزير يخدم في الدوله طيب. السودانيه. فبالتالي لما تقول كلام زي ده انت حاسب الحكومه المفروض تطبق. طيب انتم ايضا يمكن ان تكونوا على علم بانه اذا استمر الرفض ماذا انتم فاعلون؟ يمكن ان تعودوا ايضا ومجددا لمربع الحرب من جديد؟ شوف احنا اصلا دي امنيه بعض الناس هنا في الخرطوم، احنا قاعدين نصبر. بيحصل قتل يعني بشكل رهيب جدا في اقليم دارفور وفي جبال النوبة وفي لقاوة وغيره، وفي ايادي اتهام واضح لبعض الاجهزه بتاعت الدوله، لكن نحن كقوه مسلحه موجوده صابرين على الكلام ده. ليه؟ طبعا ناس كتار جدا ناس يتكلموا لك عن يا اخي ديل بيبقوا خايفين. نحن جربنا الحرب ونحن عارفين انه الحرب دي بتعمل شنو. الزول قاعد في الخرطوم ما بيعرف الحرب، بسمعه بشوفها في التلفزيون كفيلم بيفتكر الموضوع ده لعب. الحرب ما لعب، الحرب تشرد، الحرب تدمير بتاع البنية التحتية، الحرب إهانة للإنسان. إحنا شفناه في أمهاتنا وفي آبائنا وشفناه في أخواتنا، شفناه في الفقر المضغى الآن، شفناه في أطراف الخرطوم. خلي المناطق الحرب، ناس الحرب ده اللي ما جوا هنا، شوارع شاهد على الحاجة دي، هي دي الحرب. عشان كده نحن قاعدين نرفض الحرب، ما في عودة للحرب. الآن إحنا الحرب بتاعنا باللسان وبالقلم وبالحوار والمنطق. نحن منطقنا ده بيهزم اي زول. الناس اللي قاعدين الان ما دايرين الاخرين يشاركوا ديل ما يستطيعوا يهزمونا، لان هم منهزمين تماما. لا هم عندهم قواعد جماهيريه ولا هم ذاتهم احزاب عندها وزن في الدوله السودانيه. طيب يعني انت تتحدث عن احنا واثقين تماما دكتور جمعه، هم ما قدروا لنا في الحرب بالسلاح ولا حيقدروا لنا في الحرب الان المدنيه. نعم. اللي احنا شغالين معاهم. نعم انت تتحدث. نعم. عن الرفض للعوده من جديد لمربع الحرب، ولكن هنالك قيادات ايضا تحدثت بشكل او باخر عن يمكن العوده من جديد لمربع الحرب. انا لا ادري ديل ناس منو من القيادات تكلموا عن العوده للحرب.
من نفس الحركة التي تنتمي إليها. أنا ما شفت يتكلم عن الحرب، لكن القيادات بيحذروا إنه البلد ما يجروا على الحرب، وده لا يعني العودة للحرب. ما أنت الليلة لما تكون عندك قوة يعني كبيرة مسلحة وقعت اتفاق سلام وانت ما عايز تهتم بها، الا شغال اعلام مضاد تقتال فوقهم وتكذب، وانت ما دايرهم هم كوزراء غضبان لانه ما مفروض يكونوا هنا، المواقع دي مرفوضة بالنسبة لهم وشغالين شغل عنصري، حولتوا الناس بالاعلام الى ناس بيكرهوا بعض. نعم دي انت عارفة ده النار قبل ده الدخان قبل ما النار تولع. عشان كده احنا قاعدين نحذر، ونحن الناس اللي جربنا الحرب قاعدين نقول لا، الاتفاقية دي من وقعناها من 20 لليلة ما في أي قوة بتاع الجيش تحرك عشان يضرب منطقة، ما في أي حركة مسلحة هاجمت، بالتالي كلنا فترنا من الحرب. لكن الناس الجداد اللي ما عرفوا الحرب اللي قاعدين يهددوا يقول لك كان دارين أرجعوا الحرب، هم اللي يمشوا كان دارين، نحن خلاص نحن فدب نحن ما حنرجع الحرب. طيب على نحن الآن في الدولة، نحن الآن نعم. فاعلين سياسيين وسودانيين أصيلين، ما في زول بيقدر يخدح في وطنيتنا، ورجل عنده صكوك الحق انه يدي فلان ولا ما يدي فلان، نحن كلنا مع بعض بنطالب بالمساواه من اقصى حلفه لاقصى الجنينه، من اقصى كادوغلي لاقصى شرق السودان، كلنا عايزين نساوى كسودانيين في الحقوق والواجبات، والدوله دي حقتنا نعمرها، البلد دي غنيه فيها موارد. الان المشاحنات الحاصله ده شغل بتاع ميديا شغال اختيارات، والناس اللي قاعدين يعملوا كده ده نعم. خليهم يتذكروا رواندا دي كيف الناس وصلوا لحروبات زي دي. طيب. والناس اللي بيقولوا كلام زي ده بكره لو البلد ده خرب هم فاكرين نفسهم حيجروا وحيخلوا البلد ده، ما في دور حيطلع، كلنا الركود بتقع في راسنا. طيب. عشان كده احنا قاعدين نحذر انه ما دا الناس، احنا ما في دور راجع الحرب، لكن هم اللي قاعدين يقوموا يدفعوا الناس للحرب، هم الان قاعدين يعملوا الكلام ده، احنا رافضينه تماما. طيب. الان احنا مستقرين وعايزين نمشي لقدام بالدوله دي. دكتور جمعه، يعني انتم في جيش تحرير السودان، ما هو رأيكم وما هو موقفكم فيما يخص الدعوات في الدمج في جيش قومي مهني موحد؟ احنا استخدم موقعين اتفاق سلام وعندنا بروتوكول اسمه الترتيبات الأمنية، ونحن مقتنعين تماما انه ما لا يمكن في دولة راشدة، دولة بتاعت ناس عندهم وعي ونضوج، يكون في تعدد بتاع جيوش. نعم دي البداية بتاعت الاستقرار يا أستاذة، ان احنا ما لم يتعامل ترتيبات امنيه ما بكون في استقرار. كويس، بيسهر زول في البطانه يقول لك والله نحن درع الشمال، بكره يسهر واحد في شرق السودان يقول لك درع الشرق، واحد يسهر ثاني جديد في مناطق الجزيره يقول لك درع الجزيره، وهكذا بكون في فوضى. عشان كده ان احنا قلنا انه الترتيبات الامنيه هي بتحل الازمه كلنا، نحن الحركات الوقعت على اتفاق السلام، الدعم السريع، كلنا نحن نندمج داخل الجيش السوداني، ونحن قاعدين نتكلم عن انه اذا في خلل داخل الجيش نعالجه طوالي. اللي هو الجيش في السودان بكل صراحه فوق حاجه وتحت حاجه، ده اللي احنا قلناه، ولا قاعدين ندس ولا خايفين من زول، ده اللي احنا محتاج نعدله. الجيش الكليه الحربيه يدخلها ويبغى التعداد السكاني، النسبه بالنسبه للتعداد السكاني، يعني مثلا يا كمان يخلوه مفتوح، ما خلاص ده طالب انت داير زول عنده رغبه يخش الكليه الحربيه يمشي، عشان ما ممكن نحن جيش قياده فوق يكونوا ناس من منطقه واحده 100 لواء، وفي محل يكون زي 3 مليون ديل ولا كم 100 الف يكونوا من جنود وكولومباشيه وكده. نعم احد اذا في ده الاصلاح اللي بنقصده نحن، القوات المسلحه ده الجيش حقنا نحن بتاع الشعب، جيش سوداني ما بنرفضه، لكن نحن محتاجين الجيش ده يحصل له عمليه بتاع اصلاح داخلي، ونحن ما اصلاح زي بيطلبوه باقي الناس، لا نحن بنتكلم انه الجيش ده عايزين نشارك فيه. نعم. ونشارك فيه من فوق لتحت، يعني الكلام ده احنا قاعدين نقوله، والاجهزه الامنيه كلها الشرطه وغيره من الاجهزه الامنيه نكون شركاء، لا داير نقص زول، لا كده نشوف نفسنا موجودين، واحنا كلنا سودانيين، الوطن ده بيهمنا. نشكرك جزيلا دكتور جمعه الوكيل القيادي بالكتله الديمقراطيه وحركه تحرير السودان بقياده مناوي، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وبالتاكيد مواصلين ومتواصلين في ذات الموضوع وعدد من الملفات بعد الفاصل، نعود من جديد.